اي طبعا، بس قلت اكمل كلام. طبعا اخيرا طلع اليوتيوب أخيراً. وصل، وانا هذه اختي بعايا الحين. اسكتي الحين، راح نفتح الدرع. يلا نفتح. اوكي، اول شيء من هنا. ايوه من هنا. طيب كده خلاص، انا بطلع هبل مو زي كذا. مره متحمسه عشان افتح له، راح افتحه وارجع لكم. يلا يلا بسم الله نبدا نفتحه. واو، ايش واو، لسه اسود. طبعا اول شيء هذا في الليل، ما ادري ايش فايدته. اكتب بالانجليزي. فوكس فوكس. بلا صياح ارجوك، بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، ادري اني ساحب. الوضع ريلاكس ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. هذا بتاعك مبالغ. وان هنا كاتبين ايش شوفوا، مكتب اسمي. واو نايس. واو شوف شوف، مرة فخر ما شاء الله، مبروك. الله يبارك فيك. طبعا هذا شكل الزرع، شوفين رجاء ومسلول. والله مرة فخر. دقيقة خليني اصور اول شيء، وريني بس اشوفه، بس بمسحه. بس فيها مرايا. طبعا هنا حاطين الثاني اللي هو درع الذهبي ودرع الالماس. ان شاء الله قريبا راح ناخذ هذا كمان. هذا انا اتوقع انه يحمي الدرع صح؟ ايوه حمايه الدرع، ما شاء الله على طول ما نجيب. الحمد لله انه الدرع وصل، يعني حرفيا انا قعدت انتظره تقريبا شهر. والحمد لله ان يوم الاحد في الظهر اتصل علي وقالوا ان احنا عندنا طرد، يعني اللي هو شحنة حق الدرع لك. ويعني الحمد لله انا مرة انبسطت، وكان احلى خبر. والمفاجأة اللي قلت لكم عليه هو هذا، كان انه افتح درع اليوتيوب زي كذا. وسويت حفلة مع اهلي، بس ما قدرت اصور لكم كثير، يعني صورت لكم لقطات فراح اوريكم. هو زينة هي اللي اختاري. طلع لقيت هنا، شوفي هنا صدق حلمي وبدأ. قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. المناسبة اهلي حابين انهم يعني يهنوني زي كذا، فهخليكم مع الفيديو حق التهنئة من اهلي. من ابويا يقول لي ألف مبروك الدرع، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. من أمي تقول مبروك حبيبتي، تستاهل كل خير ومنها للأعلى. ألف مبروك يا رجونة على 100,000 مشترك، وإن شاء الله توصلي المليون. ومبروك على الدرع، وإن شاء الله تجيبين الدرع المليون يا رب، ونفرح فيكي أكتر إن شاء الله يا رب. مبروك رجونة، نحن نقول لرجونة عقبال مليون تليون سليبليون مشترك. استني بس شوف جوالي. إن شاء الله توصلي لأعلى المراتب يا رب، وعقبال الدرع 10 مليون مو المليون. جد نحن انبسطنا مرة مرة فيكي، وإن شاء الله توصلي أكتر. و see you guys, peace out. حابة اني اشكركم، لولا الله ثم انتم اني ما وصلت لهنا،
مرة أحبكم، مرة شكرا على دعمكم لي، وأنتم يعني عائلتي الثانية. وحابة أشكر أهلي اللي دعموني وقفوا جنبي، وكمان يعني مرة كمان شكرا على تعليقاتكم اللي تفتح النفس واللي تشجعني إني أنزل لكم أكثر وأكثر، وإن شاء الله راح أنزل لكم محتوى يعجبكم وأفكار جديدة ونتطور يعني مع بعض. وحابة إني أقول لكم إني حابة إني أنزل قصتي في بدايتي في اليوتيوب، يعني مو هنا لا، في بدايتي. يعني أنا كان عندي قنوات قبل قناة قبل هذه، فلو حابين إني أعمل لكم القصة قولوا لي. طبعا فيها أحداث وأكشن زي كذا، عشان كذا حبيت إني أقولها لكم. أنا بالعادة أسوي قصة للمتابعين، بس هذه المرة راح أسوي لكم قصتي إن شاء الله يعني قريب. يعني الحين قاعد أجهزها وراح نزلها قريب إن شاء الله. يعني ما جهزتها صراحة، ما بديت، بس راح أبدأ إن شاء الله اليوم. فمرة شكرا تاني مرة، وبس أحبكم. وكمان أتمنى منكم تتابعوني على التيك توك. أدري إني سحبت هناك، يعني سحبت على التيك توك وما صرت أنزل، بسبب إني أنا مركزة هالفترة على اليوتيوب أكثر شيء، عشان كذا ما صرت أنزل على التيك توك. بس إن شاء الله راح أرجع لها رجعة قوية، أوكي إن شاء الله. وتابع أختي رشا، أوكي أحط لكم قناتها في صندوق الوصف. تابع أختي رشا، لا تنسون اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام. أحبكم، باي.